ضفتنا يلا يلا يا ضفتنا يلا يلا ولا سير موحي يلا ولا سير موحي يلا ويا نابلس يلا يلا يا نابلس يلا يلا ويا جنين يلا يلا يا جنين يلا يلا يا رام الله يلا يلا يا رام الله يلا يلا. جرائم متكررة داخل السجون وخارج السجون، وبالرغم من العذابات التي يلاقيها الأسير البطل محمود، إجراءات داخل زنازين التحقيق، إلا أن الاحتلال الصهيوني يعمل على تدمير همة المقاتل لدى عائلة إجراءات من خلال هدم بيت الأسير البطل محمود إجراءات، معتقدا هذا الاحتلال الصهيوني وواهما عندما يعتقد بأن هذا التدمير لبيت الأسير البطل محمود إجرادات والاعتقال المستمر في زنازين التحقيق حيث يلاقي من العذابات ما يلاقي، أن هذا كل هذه الجرائم يمكن أن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني الذي يواجه الاحتلال الصهيوني بصدوره العارية في الشيخ جراح وداخل السجون الصهيونية وفي سيلة الحارثية، حيث الشباب الثائر هذه الجرائم، الاعتقالات المستمرة، التعذيب داخل السجون، تدمير المنازل لأسرانا، هذا لن يزيد الشعب الفلسطيني إلا إصرارا على المضي بالتشبث بالمقاومة من حتى دحر الاحتلال الصهيوني. الوطن الإسلامية أعلننا عن الحملة، حملة الحياة حق، تضامنا ودعما للأسرى المرضى داخل سجون الاحتلال، وعلى رأسهم الأسير ناصر أبو حميد الذي وصل إلى مرحلة الخطر الشديد. اليوم تأتي هذه الفعالية، هي ضمن سلسلة الفعاليات التي أعلننا عنها في الحملة الوطنية، في الحملة الحياة حق، أيضا وإضافة إلى الإضراب المفتوح داخل سجون الاحتلال لكافة الأسرى ضد تصعيد إدارة مصلحة السجون وسحب الإنجازات من الأسرى داخل السجون. بالتأكيد حملة الحياة حق التي انطلقت بالأمس في الضفة وغزة والخارج للوقوف أمام معاناة الأسرى المرضى الذين يتعرضون إلى سياسة الإهمال الطبي الممنهج، وبالنظر إلى ارتفاع أعداد الأسرى المرضى. عندما نتحدث عن الأسرى المرضى والحاجة إلى تدوير قضية الأسرى، بالتأكيد الحملة وضعت نصب أعينها أن يكون هناك العديد من الفعاليات والأنشطة في الخارج لإيصال معاناة الأسرى المرضى إلى الخارج، والوقوف مؤسسات الدولية اتجاه أمام مسؤولياتها في ظل هذه المعاناة المستمرة.